مساء الخير أعزائنا المشاهدين، من خلال برنامجكم العربي بيت للكل احنا نتواجد في إربد ونتحدث اليوم في موضوع مهمة جدا تخص العالم العربي، بما أنه احنا مختصين بصناعة التاريخ فهناك من يتركها أثر لو قلبت أنظارنا الصور، وهناك من يبحث عن شبيه بالحرف بالميدان بالوتر، وباختلاف الأمكنة تتسابق الأيام نحو الأزمنة. ونحن اليوم عام 2022 وإربد عاصمة الثقافة العربية، أكيد زملائي اليوم سعداء بالتحدث عن تاريخ ومنجزات كبيرة لبلداننا العربية، ونحتفي بهذا الموروث الكبير. أقول لكم مساء الخير ومنورين. مساء النور. مساء النور. نعم مشاهدينا، لازلنا في احتفالات تتويج إربد عاصمة للثقافة العربية، ولازال بيت للكل بفريقه العربي الشغوف المحب هنا لنواصل الاحتفال والاستكشاف ونعرف الكثير والأكثر عن الثقافة والحضارة والفنون الأردنية وأسرار تتويج إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022. تمام يا سندس، أنا بقول إنه كمان في رحلة بيت للكل، وهي الرحلة اللي بدأناها مع حضراتكم في البرنامج في حلقات كثيرة جدا، يعني بنجوب بلادنا العربية في كل مكان، نبحث مرة عن التاريخ، مرة عن الفلسفة، مرة عن العادات والتقاليد، ومرة أن نشبع أنفسنا بكثير من المعرفة. عاداتنا وتقاليدنا وشعوبنا العربية بها كنوز من المعرفة، وفي إربد كان المخزون ينتظرنا دايما في كل حلقة. نحن الليلة في إربد في الأردن. نعم شافكي، ونستطيع أن نقول بأن برنامج بيت للكل الآن حط الرحال في إربد، فكما قلتي في البداية بأنه هذا البرنامج هو رحال يعني ما بين دولنا العربية، أتينا إلى إربد هذه المدينة التي تمد يدها شافكي لتصافح أيضا كل الدول العربية. من إربد، من بلد الحضارة وبلد الفكر، بلد الفن والموسيقى، هذا المكان اللي أنتج أيضا عدد كبير من الأدباء، من المفكرين، من الشعراء ومن العلماء.